محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. على أهل بيتك الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الشفاء الذابلات، السلام على الجيوب المضرجات، السلام على النازحين عن الأوطان سيدي يا حسين. السلام عليك سيدي من بعيد أقصى ومن قريب أدنى، يا صاحب المصيبة الراتبة وصريع الدمعة الساكبة. يا ليتنا كنا معك سيدي فنذب عنك ونفوز فوزا عظيما. أفدي الأولى ضعنوا وظل غرامهم يذكي حشاشة مهجتي بشواظي يممت منزلهم فما أمهلت من دفع الدموع أجيل فيه لحاضي. خنقتني العبرات عن نشدانه يا حسين. السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك بين يديك مترقبا فضلك. خنقتني العبرات عن نشدانه حتى اكتفيت بها عن الألفاظ. أيوا حسينا، ما بال ربعك موحشا من بعد ما قد كان بالوفاد سوق عكاظي. غدت الأنام لرزئهم سكرى فلا هم بالنيام به ولا الأيقاظ. يا حسين يا أبا عبد الله، يا من تبكيك أمك في كل يوم، يا من يبكيك الطالب بثارك صباحا ومساء، لهفي لرأس ابن البتول على قنا أعتى أعادي جده أفضاضي. ومر بالزينبيات على الجسد المطهر
وألقين بأنفسهن من على ظهور النياق. وضعت الصديقة الصغرى يديها تحت الجسد، اللهم تقبل منا هذا القربان يا حال الضعن. قل لي وين تردون، على جثة ولينا ما تمرون. يا حاج الضعن ما تشفق علينا يا وتمر بينا على عزنا، ولينا يما تقعد سويعه سكينة تشم وتلثم جروحة وتشيلون. مربينا لوجع حسين ساعة، يسر قلبي وترد روحي وجاعة. ما هو شمامة الحلوة طباعة، وطول الدهر خلى القلب محزون. أخي يا أبا عبد الله ما تدري يا أخوي شلون حالي، وعلى راس الرمح راسك قبال. كل من شاف ذو الحالي بكالي، وعدوانك علي غدو يبتون. ومصيبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. اعلم أنه لا وسيلة للإيمان بالملائكة إلا عن طريق الوحي. فالملائكة موجودات خارجة عن الحس الإدراك البصري، وخارجة عن التجربة، وخارجة عن القياس، بل حتى العقل المحض، عقولنا العقل المحض والصرف دون الدليل النقلي لا يحتم وجود هذه المخلوقات، لا يستطيع الوصول دون الدليل النقلي ودون الروايات ودون الآيات الشريفة، لا يستطيع الوصول إلى وجود هكذا مخلوقات إلا بالدليل النقلي. أما لوحده فالعقل لا يحتم ذلك. ولهذا آمنا بوجود الملائكة لما ورد في الآيات الشريفة والروايات على لسان محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعليهم أجمعين. والآية الشريفة تشير إلى أن الله عز وجل خلق هذه الموجودات. هذه الموجودات خارج عن التجربة، لا تحتاج لا إلى مختبرات ولا إلى مجاهر حتى ترى مثلا بالعين الباصرة. هذه مخلوقات مجردة خارج أو وراء العلم أو وراء العالم المادي، لا تثبت بالقياس ولا بالتجربة ولا بالحس ولا بالعقل كما ذكرنا. والآية الشريفة تنص على، الآن عندما نتأمل بالآية الشريفة ذكرنا الآية لا بد من التأمل فيها. الآية تنص مفادها أن الله عز وجل جعل من الملائكة أنواعا، منها ما له جناحان أو
بالتعبير الدقيق جناحان جناحان، لأن مثنى يعني اثنان اثنان، مثنى يعني اثنان اثنان، ثلاث يعني ثلاثة أجنحة ثم ثلاثة أجنحة ثم ثلاثة أجنحة. هذا هو التعبير أو التعريف الدقي لكلمة مثنى وثلاث ورباع. مثنى ما يعني اثنان فقط، لا، عندما تقول مثلا دخل الطلاب مثنى يعني دخل الطلاب اثنان اثنان دفعة واحدة، الدفعة الأولى اثنان، الدفعة الثانية اثنان، الدفعة الثالثة اثنان. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذا هو المعنى. جناحان جناحان، ثلاثة أجنحة ثلاثة أجنحة، أربعة أجنحة أربعة أجنحة، وهكذا إلى ما شاء الله عز وجل. زين، هذه المخلوقات لها عدة أنواع، ما يقارب خمسة أنواع. النوع الأول ما يعبر عنه بأرباب العبادة، فمن الملائكة ما يكون راكعا إلى يوم القيامة وساجدا إلى يوم القيامة، ومنها ما يكون مرتعد الفرائص بين يدي الله عز وجل إلى يوم القيامة. بل جاء في بعض الروايات الشريفة أن منها ما يكون مرتعد الفرائص، من أصناف الملائكة، ما يكون مرتعد الفرائص إلى يوم القيامة لما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اذكر بعض مراجعنا هذا الصنف في كتبهم أن هنالك صنفا من الملائكة ترتعد فرائصه لما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، ومنها ما يكون صافا بين يدي الله عز وجل، ومنها ما يكون مسبحا، وهكذا كما قال تبارك وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ولهذا أشار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أطت السماء وحق لها أن تأط ما منها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، إشارة إلى كثرة هذا النوع من الملائكة. النوع الأول أرباب العبادة، منها ما يكون مسبحا لله، ما يكون صافا بين يدي الله عز وجل، وهكذا. زين، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الملائكة المذكور في قوله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الآية تحدثنا عنها في مجلس من المجالس في غير هذه العشرة، السفر بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين عباده. صنف من الملائكة يكون سفيرا بين الله عز وجل وبين الرسول وبين النبي وبين الأنبياء، بل أحيانا بين الله عز وجل وبين الوصي وبين الإمام، لأن الإمام تتنزل عليه الملائكة، يتنزل عليه جبرائيل عليه السلام. غاية ما في الأمر أن هذا النزول لا يكون تشريعيا، يعني لا ينزل بآية، هذه نبوة، والنبوة ختمت بالنبي الأعظم أبي القاسم محمد. وإلا فالملائكة تتنزل على الإمام عليه السلام، فيأتي جبرائيل يهز مهد الحسين، جبرائيل ينزل وظيفة من وظائفه أن يهز مهد الحسين عليه السلام، أو ملك آخر يناغي الحسين عليه السلام، كما أن النبي كان مأمورا بأن يطيل السجود عندما يركب الإمام الحسين عليه السلام على ظهره بأمر من الله، الله عز وجل يأمره بأن يطيل السجود، الله عز وجل يأمره بأن يقطع خطبته وينزل من المنبر ويضم الحسين عليه السلام، هذه أوامر إلهية. عموما فالإمام يتنزل عليه الملك وتتنزل عليه الملائكة.
فنوع من أنواع الملائكة السفراء، لأن السفير الإلهي يعني من الخالق للمخلوق تارة يكون جسما كالأنبياء كالمرسلين، وتارة يكون روحانيا مجردا كجبرائيل عليه السلام. وأيضا نزل على النبي صلى الله عليه وآله في بعض المشاهد الخاصة أو المواقف الخاصة، مثلا ميكائيل في موقف في بعض الروايات نزل ميكائيل على النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل، بإرادة من الله تبارك وتعالى، ولحكمة وغاية وهدف معين. إسرافيل أيضا، إسرافيل في بعض الروايات نزل على النبي صلى الله عليه وآله. فهذا النوع يسفر عن أمر الله، يعني يكشف عن أمر الله عز وجل. جبرائيل ينزل على الأنبياء، على آدم، على نوح، على إبراهيم، ويبين لهم ما يريده الله، يخبرهم بأمر الله عز وجل. يخبر نوحا عليه السلام مثلا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يخبر مثلا إبراهيم عليه السلام بأن يرتحل من بلاده، يهاجر بلاده. ينزل على النبي الأعظم يخبره بأمر غيبي كقضية كربلاء، بأمر مستقبل يقع في المستقبل، وهكذا. هذا الصنف من الملائكة وظيفته الإخبار عن أمر الله عز وجل، كشف الغطاء عن أمر الله تبارك وتعالى. زي هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع الملائكة الحفظ لعباده، وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. صنف يحفظ الإنسان، ورد في الروايات الشريفة أن لولا حفظ الله عز وجل لبني آدم لقبض الشيطان على شيبة الإنسان، الشيطان قبض على شيبة الإنسان لولا أن يحفظ هذا الإنسان، كل إنسان، بملائكة تحفظه، تحفظه عن المهالك، تحفظه عن الحوادث والعياذ بالله، تحفظه عن شياطين الجن، فعلا لوقع هذا الإنسان في المهلكة. وإن عليكم لحافظين، هذا الصنف أيضا يحفظ على الإنسان أعماله. وإن عليكم لحافظين يحفظونكم كراما كاتبين، أيضا يحفظون عليكم أعمالكم، يعلمون ما تفعلون. هذا الصنف يحفظ الإنسان ويحفظ عليه أعماله. مثلا ورد في الروايات الشريفة من خرج من منزله وقد قرأ سورة أو آية الكرسي وكل الله عز وجل به ملكا يحفظه عن يمينه، قرأها ثانية وكل به ملك يحفظه من جهة الشمال، ثالثة حفظ من أمامه، رابعة حفظ من خلفه. فهذا الصنف يكون مع الإنسان، يحفظ الإنسان، يحفظ الإنسان من المهالك. هذا هو القسم الثالث من أقسام الملائكة. القسم الرابع يعبر عنه بالسدنة، أصحاب السدنة من الملائكة. والسدنة نوعان، سدنة الجنان يعني ملائكة الجنان بتعبير آخر، وسدنة النيران. المترأس للقسم الأول من هو؟ رئيس ملائكة الجنة، ما اسمه؟ رضوان، رضوان عليه السلام. والمترأس للقسم الثاني مالك عليه السلام، الذي يذكره الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: أما علمتم في سبب تسمية النار بالحطمة؟ النار لها دركات، الجنة لها درجات، أما النار لها دركات، يعني المنازل، منازل، منازل أهل النار، طبقات أهل النار. السعير من أسماء النار، الحطمة أيضا من أسماء النار، سقر من أسماء دركات النار، وهكذا. من أسماء دركات النار الحطمة،
هذا الذي يشير إليه الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقول: أما علمتم، إشارة إلى مالك رئيس سجنة النيران، أما علمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟ من هنا سميت النار بالحطمة، أو أحد دركات النار بالحطمة. وإذا زجرها وثبت على أبوابها جزعا من زجرته. هذا مالك عليه السلام الذي التقى به النبي عندما عرج به بروحه وبجسده إلى السماء. النبي عرج به من ناحية الجسد والروح، لا كما يحاول بعض النواصب أن يبسط مسألة الإسراء والمعراج. يقول النبي أصلا كان في مكة المكرمة، جسده كان مطروحا، وهذا عروج روحاني. لا، هذه المعجزة كانت لجسد النبي سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده. شمل يستفاد من هذا اللفظ على ما أشار إليه المفسرون، مفسرونا يشمل الجسم جسد النبي وروحه صلى الله عليه وآله. لم يكن عروجا روحانيا، كان روحانيا جسمانيا، من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وأيضا من هناك إلى السماء. هذا لم يكن المعراج الأول للنبي صلى الله عليه وآله. فالتقى النبي بمالك عليه السلام، والتقى بالكثير من الأنبياء والمرسلين. زين، هذا أيضا قسم من أقسام الملائكة. قسم أيضا من أقسام الملائكة حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حملة عرش الله عز وجل. لكن أيضا نجد من أقسام الملائكة القسم الذي لا يبارح ولا يغادر حائر الحسين عليه السلام، القسم الذي يزور الحسين سيد الشهداء. وهذا القسم أفواج متعددة، يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم ملك واقف عند رأس الإمام، جهة رأس الإمام، يقال له منصور، يندب الحسين إلى يوم القيامة، يندب الإمام الحسين عليه السلام، يبكي على الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة، ملك يقال له منصور، في الرواية هكذا. صنف يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام. وطبعا من خصائص الملائكة أنها خلقت من نور أبي عبد الله، خلقت هذه الملائكة من نور أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولهذا شرعت هذه الملائكة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله صلوات الله عليه. أول زائر للحسين عليه السلام من عالمنا هذا السيدة زينب عليه السلام. جابر كان أول الزائرين من أقصى البلاد، لكن أول الزائرين حقيقة من أهل الدنيا، طبعا من أهل الدنيا الزينبيات، السيدة زينب عليها السلام ومن خلفها النساء. وكان السجاد أيضا موجودا عندما مر بهن على الجسد الطاهر لأبي عبد الله الحسين، فألقت الفاطميات بأنفسهن من على ظهر الناقة، وجاءت السيدة زينب
وكما يذكر علماؤنا أتوا بجميع آداب زيارة الحسين، فكنا شعثا غبرا جياعا وطاشا. نعم كما ذكر البعض فقدوا أدبا واحدا وهو الاغتسال بماء الفرات، لكن بدلوا هذا الأدب بأن تخضبوا بدم الحسين عليه السلام. وفعلا لما غادرت الزينبيات بقي جسد الحسين 3 أيام بلا ممارة، حتى جاءت نساء بني أسد وناشدن رجالهم ورأوا الأنوار تنزل على الأجساد الطاهرة. هذا غير ذلك الرجل الذي من بني أسد الذي رأى الأنوار تتنزل في الليل في ليلة 11 تتنزل، وسمع نوح الجن، نوح نساء الجن تنوح على الحسين عليه السلام. في اليوم 13 من شهر محرم الحرام جاءت نساء بني أسد للأجساد الطاهرة وناشدن رجالهم ليقوموا يتعرفوا على الأجساد، ادفنوا الأجساد الطاهرة. العادة لمن يطيح تنشت القومة، تقوم أهل وعمام الكل فرد قومة، تلوح خيولها تشهر مواضيها يعني سيوفها. 3 أيام 3 أيام ما تدرب لياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب لها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم. لفن نسوان لما شافوا الأجساد صاحت بالشمس تم جسم أبو السجاد، تنام العين وحسين وهل الأمجاد منهم كل شخص متغير رسومه. وعلى الرواية يا مؤمنها على الرواية كثر صايح النسوان على أبو اليمة، تنخز زلم تمشي وتنشد بهمة، وصارت من بني سد على الجثث لمة، تخاف من الكفر والسكك ملزومة، السكك كانت مراقبها. ولهذا من ابن زياد خافوا وحطوا ربيع، ربيع يعني المراقب، من ابن زياد خافوا وحطوا ربيع لن نزل مملثة مقاصد ابنية. تنحى وقال، الذي قال هذا الرجل تنحى وقال يظهر من بن أمية وذاك الجمع من ري بكثر لومه. على الرواية ها تماما مثل الرواية ها، نشدهم اشعدكم واقفين صفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميلوا الخوف وحتوا اشعدكم تحومون بالحومة، قالوا لي هل تنشر بهذا الحين نخبرك بالصدق منكون مبخوتين، اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين. بدر بالدم وتزهر بالوغى نجوما، قال طيب هذه نيتكم، هذه نيتكم، اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين. بدر تزهر، بدر بدر بالطف وتزهر بالوغى نجوما، قال لهم دي حفره هنا حفير السار دفن بيها حبيب البيت موج القاع، وبعد حفره دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة. قال لهم دي حفره هنا بعد حفره دفن بيها الحسين ويسكب العبر، وطفله بسهم مرمي نابت بنحره، يقال أن الميرز القمي عليه الرحمة كان ينصب المأتم على أبي عبد الله الحسين، فجاء الخطيب في الليلة الأولى فأظهر الأدب للميرز القمي، قال شيخنا
أي مصيبة تريد أن أقرأ؟ قال اقرأ مصيبة عبد الله الرضيع. جاء في الليلة الثانية قال أي مصيبة تريد أن أقرأ؟ قال اقرأ مصيبة عبد الله الرضيع. جاء في الليلة الثالثة قال اقرأ مصيبة عبد الله الرضيع. في الليلة الرابعة جاء الخطيب قال شيخنا أنا خطيب بارع أعرف جميع المصائب، مصائب الأكبر، مصيبة القاسم العباس، أي مصيبة تريد أن أقرأ؟ قال اقرأ مصيبة عبد الله الرضيع. قال لماذا شيخنا التأكيد على هذه المصيبة؟ قال علم أن الذين عطشوا في كربلاء كانوا يظهرون عطشهم بالتحدث عن عطشهم مثلا، إلا هذا الرضيع ما عرفوا أنه عطشان إلا بعد أن غارت عيناه من شدة العطش. ورضيعا قال لهم دحفرهنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسكب العبر، طفل بسهم مرمينا بتب نحرة والرضعان كلها بسهم مفطومة. المعذرة مصيبة مصيبة. قالوا لا بعد واحد جزان وفات، قال لهم بطل ظل على المسنات، نادوا هل ندموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخصا سومه، يا عمي خلاف عينك يسرت نعده، لوح المهار واشهر سيفك بيمناك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وكلثومة، قال على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. وجاءت نساء بني أسد أبيات قدامك، ها شافوا طيور من السماء تهبط الوادي تظلل على جثة بلا رأس وأيادي، شافا جنازة تشبه محمد الهادي، شافا طفل نادوه يلي هلك خلوه، شافا شباب اثنين حلوين المهابة، واحد معرس من دماء نحره خضابة، واحد يذوب الصخر من شوفة شبابه، رحنا نجيب الماي ونعود شفنا قمر عالنهر ممدود طايح ويمه طايح زنود، شفنا قمر نوره تلاله نور النبي يشبه جماله، جثة ولكن راس ماله وعليا جينا على العادة ونزلنا، ومن المصيبة احنا امتحنا بالمعركة شفناه محنا، بالمعركة شفناه عجوبة الريس كفينا خضوبة، مثل الكفن تفصيل ثوبة، إذا بامرأة تحت التراب على رأسها أمت الله ما الذي رأيته؟ قالت شفنا بطل مكسور صدره والخيل لعبت فوق ظهره، أثار البطل آية كبرى لحسين شمامة الزهرة، وحسين وحسينا وإماما، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أنا من مناد وحسينا، ودفن الجسد الطاهر وخطه بيده، قال هذا خبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا غريبا. هو حسين اللهم تقبل أعمالنا
اللهم لا تجعله آخر العهد منا لإحياء مصاب الحسين وآل الحسين. اللهم أعدنا على هذه الأيام على أفضل وأتم وأحسن حال تحب أن نكون عليه. اللهم تقبل منا هذا القليل، تقبل منا عزاءنا، تقبل منا بكاءنا، تقبل منا دموعنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا، اردده علينا يوم نحتاج إلى ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ سلامنا لولي أمرك القائم المؤمل، أجل له الفرج، بدعنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اجعل هذه المجالس سلوة لقلبه الشريف ومواساة له في هذا المصاب الجلل. اللهم لا تنسنا ذكر الحسين عليه السلام، وزدنا في معرفته ومعرفة ما جرى عليه يا رب العالمين. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اقض اللهم حاجته، من كان له هم أو غم فاكشف اللهم همه وغمه، من كان له مريض فاشف اللهم مريضه. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا موتى المؤسسين، الحاج أبي نافع رحم الله من يقرأ له ولموتى المؤمنين والمؤمنات سورة الفاتحة مع الصلوات.